ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية قبل أن نكمل الحديث في كتاب مواطن الزلل، العلماء يقولون وأهل الله يقولون: إذا جالست العالم فاحفظ لسانك، وإذا جالست الولي فاحفظ قلبك. وماذا أنا فاعل الآن وأنا بين العالم والولي، أو بين عالمين ووليين؟ فأنا مطالب أدباً أن أحفظ لساني، ومطالب أن أحفظ قلبي. أما حفظ القلب الآن فممكن أن يكون مقدوراً عليه، لكن كيف أحفظ لساني وأنا مأمور بالكلام؟ لكن الفضل من أهل الفضل أنهم يتسامحون، وأنهم لا يلتفتون إذا وقعت الزلات. نحن نجلس بين يدي مفكر إسلامي كبير الدكتور سعيد، وبين مفكر إسلامي وعالم كبير الشيخ مصطفى عقيل. نجلس بين هذين الجبلين في العلم، وحتى لا أضيع الوقت في الثناء، فالرجال الكبار لا يهمهم مدح المادحين ولا قدح القادحين، إذ أعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم تدل عليهم. وكما يقولون أهل مكة: أدرى بشعابها، فأنتم أعلم بهما مني، أنتم أعلم بعلمهم وسلوكهم وأخلاقهم. وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمرهما، وأن يبارك الله في صحتهما، وأن يرزقهما العمر المديد في طاعة الله وفي خدمة الدين وفي خدمة الوطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمتعهما بالصحة والعافية والبركة والرزق الوفير، وأن يحفظ الله عليهما ذريتهما، وأن يبارك الله في جهادهما، وأن يبارك الله في طلاب هذا المعهد وفي كل الحاضرين. نسأله سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير. Ba'da tahiyat wa salam aku lakum, kata Syekh, bahwa apabila engkau duduk di depan wali, alaika bil qalam. Apabila engkau duduk di depan, di samping alim, alaika bil lisan. Nah, sekarang saya duduk di antara dua gunung, gunung kecil tapi gunung. Yani bagaimana saya bisa menjaga lisan? Kalau menjaga hati insya Allah bisa, tapi menjaga lisan enggak bisa. Untungnya hadir sekalian adalah wasi usudur, orang yang halus, walaupun saya salah tidak akan apa-apa gitu, kira-kira gitu. Dan kita doakan semoga kiai-kiai, zuriyah, dan bapak-bapak sekalian, semoga fi sihhatin wa afiyah wa nafil ilmi wal khairul barakah fil hayat.